اليوم الثاني من هذا الأسبوع في رحاب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتواجد المحامون تضامنا مع السادة كتاب الضبط حول رفض جواز تلقيح. للأسف البارحة كنا نتوقع بأن يكون رد الفعل أو يكون الجواب إيجابيا، لأننا أهل الحوار وأهل النقاش وأهل التشاور، ولا نرضى أن نصطدم مع المؤسسات ولا نرضى أن نكون واجهة للمؤسسات الأمنية. اليوم تم إدخال الشرطة لرحاب هذه المحكمة وتم تسييج وتجييش رحاب هذه المحكمة. للأسف الشخص الوحيد الذي سوف يعاني من هذا التعطيل للعدالة هو المواطن المغربي، المواطن المغربي الذي هو يقبع وراء سياج المحاكم، والذي هو ضحية وهو مشتكي، والذي يأمل في أن يؤخذ حقه وأن يأمل أن يدافع عن نفسه وأن يسترجع حقوقه والتزاماته، هو ممنوع من ولوج رحاب هذه المحكمة. جهات كتاب الضبط أصدر مساء البارحة بلاغا شديد اللهجة بكل مهنية وأخلاقية، يرفضون هذا الحيف وهذا الظلم الذي مورس على جميع أجنحة العدالة وعلى جميع المواطنين والمرتفقين، ويرفضون هذا الوضع الذي من خلاله أكدوا على امتناعهم عن حضور الجلسات يومي الخميس والجمعة. الآن يا سادة أصبحنا أمام تعطيل العدالة بأسبوع كامل، أمام أناس معتقلين بملفات جنايات، أمام أناسين يرتضرون رفع الحيف عنهم أو تظلمهم أو رفع حالة الاعتقال عنهم أو القول ببراءتهم أو مناقشة ملفاتهم حتى يرتاحوا نفسيا. هناك أهالي سوف تعاني من خلال هذا الأسبوع، هناك ملفات مدنية أسرية اجتماعية إدارية تجارية تم تعطيلها داخل محاكم جميع محاكم المملكة المغربية. العدالة أصبحت معطلة ونحن أمام أسبوع من العطالة بالقانون وعطالة الدستور وعطالة الحقوق وعطالة الواجبات وعطالة الالتزامات بسبب دورية ثلاثية لم يتم التشاور فيها مع أهم مكونين داخل جسم العدالة، وهو مكون كتابة الضبط ومكون المحاماة. نحن يا سادة لنا مسؤولين ولنا ناطق رسمي الذي يمثله جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي صدرت عدة بيانات وعدة بلاغات، كما صدرت جمعيات المحامين الشباب داخل المملكة المغربية بياناتها وبلاغاتها، والتي نشجب من خلالها هذا الحيف الذي يتعرض له الدفاع والذي بالمقابل أصبح يتعرض له المواطن المغربي. لسنا نمثل أنفسنا ولسنا نمثل ملفاتنا الشخصية داخل المحاكم، إنما نمثل وندافع ونؤازر عن مصالح المواطنين ومصالح الشعب المغربي. أصبحنا أمام اللا أمن، اللا قانون، اللا عدالة، اللا تطبيق للدستور. هذه مسؤولية أصبحنا نرجو من السدة العالية بالله أن يتدخل لي وهو الرئيس الفعلي للسلطة القضائية لإيقاف هذا النزيف. فنحن لسنا هنا نحارب ولسنا هنا نرفض قرارات ولسنا هنا لتحدي أو الاصطدام أو التصدي أو مواجهة المؤسسات الأمنية والمؤسسات القضائية. نحن هنا جهاز واحد، أسرة تعادلة تبقى لقانون مهنة المحاماة. نقول كلمتنا، نقدم شعاراتنا، نرافع من أجل مطالبنا، من أجل المواطن المغربي أولا وأخيرا. فلسنا متضررين من هذا القطع وهذا الانقطاع وهذا الحبس الذي أصبح يمارس على جهاز العدالة وعلى المحاكم. لسنا
نرضى هذا التسييج الذي استفقنا عليه والذي دبر ليلا في غفلة منا. كنا نأمل أن يكون جواب المسؤولين إيجابيا في أن ندخل اليوم إلى قاعات المحكمة وأن ندافع عن موكلينا بكل شرف ومهنية ونزاهة طبقا لقانون مهنة المحاماة ولقانون هذا البلد ودستوره والمواثيق الدولية، ولكننا فوجئنا ونحن ببدلنا بأنه مورست علينا جميع أنواع لا قانون ولا دستور وفي إجبارية وإلزامية. فهل أصبح إلزامية التلقيح وهل أصبحت إجبارية التلقيح وهل أصبحت إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح هو رهين بدخول المواطن المغربي لمحاكم المملكة. هذا أمر خطير وهذا مرفق عمومي ليس هو في ملك أحد وليس هو في ملك أي شخص وليس هو في ملك أي مسؤول كيفما كان. هذا مرفق للمواطن المغربي للشعب المغربي وجب الدفاع عنه. نمثل صوت الشعب المغربي داخل هذه المحاكم ولن نسكت وسوف نستمر في نضالنا إلى أن يرفع الله تعالى هذا الأمر. شاء الله ما شاء أن يكون وكيف ما كان له أن يكون، فإننا لن نرضخ ولن ننبطح ولن نتنازل، ولا يتم تهديدنا ولا يتم وعيدنا ولا يتم تركيعنا ولا يتم تخويفنا. فنحن دفاع وسنظل دفاع، وكما ندافع عن الآخر سندافع عن أنفسنا وأعرافنا وتقاليدنا وقانون مهنتنا وقانون هذا البلد ودستوره، ونأمل أن يكون خيرا مستقبلا. هذا أسبوع عطلت فيه العدالة ونتمنى أن يكون خير مستقبلا في تعاون مع المؤسسات حتى نبقى أسرة واحدة لا يصطدم الآخر بنا ولن نصطدم بالآخر ولن يكرهنا الآخر على الاصطدام مع بعضنا، ونأمل خيرا في مستقبل الأيام. ما تنساش الاشتراك في قناة المنصة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارتاجي الفيديو إلى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر آخر ديما على قناتكم المنصة.